أهلا بكم يا أصحابي في قصة جديدة من قصص قبل النوم. قصتنا النهاردة اسمها عم الشواف. يلا نبتدي. كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في مكان غير المكان وزمان غير الزمان، في الغابة البعيدة اللي مليانة حيوانات كتيرة وغريبة وأشياء ما نعرفش عنها حاجة خالص، كان بيعيش راجل كبير في السن اسمه عم الشواف. وعم الشواف ده كان راجل غلبان وبيشتغل في الغابة حطاط، وبيقطع في الأشجار ويعمل منها ألواح الأخشاب ويبيعها للنجارين واللي محتاجين أخشاب. وكان عم الشواف سعيد بحياته وشغلته البسيطة في الغابة، لأن نظره كان ضعيف ومش بيشوف كويس. كان عنده كلب اسمه عنتر، كان هو اللي بيوديه للغابة لأنه ممكن يتوه لو لوحده لأنه مش بيشوف كويس. كان عم الشواف سعيد بحياته وعايش مع مراته الست حورية وأولاده الاتنين بكري وزهران. كانوا عايشين في كوخ صغير وسط الأشجار وكانوا راضيين بحياتهم واللي ربنا كتبه لهم ورزق الشواف. وكانوا بيحبوا كلبهم عنتر اللي بيوصل الشواف كل يوم للغابة. وأولاد عم الشواف بكري وزهران كانوا بيتعلموا في المدرسة، وكان عم الشواف ما بيرضاش يخليهم يروحوا معاه الغابة وبيخاف عليهم وعاوزهم يتعلموا، بس زهران ما كانش عاجبه حاله وكان دايما متضايق من حياته وزهقان وعايز يعيش في قصر كبير وحواليه بستان من الأزهار كله خدم وحرير. وعم الشواف كان تعبان من الشغل الكتير وعينه اللي بتوجعه كمان، وكان دايما يقول لأولاده لازم نحمد ربنا باللي ادهولنا، احنا احسن برضو من غيرنا. لكن زهران مش عاجبه الحال ولا عاجبه كمان الكلام، وكان عم الشواف حزين وزعلان. وفي يوم من الايام كان عم الشواف عمال يقطع في الاشجار العالية في الغابة ومعاه كلب عنتر. مر عليه تاجر كبير ولبسه كده شكله غريب وعجيب، فيه غريب قوي وباين انه راجل غني جدا، وقال وهو بيضحك السلام عليكم يا حطاب. رد عليه عم الشواف السلام عليكم ايها الغريب، ماذا تريد؟ رد الغريب وقال انا عاوز اخشاب كتير قوي يا حطاب، عاوز 100 قطعة من الخشب بطول اعلى شجرة في الغابة. اتعجب الشواف من مطالب الغريب وقال له بس ده صعب ان نعمله وهياخد مني مجهود ووقت كتير قوي. الغريب قال له هديلك الفلوس اللي انت عايزها يا حطاب، بس اجمع لي كل الاخشاب وخلال اسبوع واحد بس، وخدي مني هدية لغاية ما تخلص قطع الاخشاب. وكانت جوهرة كبيرة وبتلمع بشكل غالي ونادر، وفرح عم الشواف بالجوهرة وقال اكيد الاولاد هيفرحوا وهجيب لهم اللي هم عاوزينه، أكيد ابني زهران هيفرح قوي قوي لما نبيع الجوهرة ونشتري قصر ونعيش أغنية ومعانا فلوس كتير. وقطع أحلام وصوت التاجر الغريب وهو بيقول له ها قلت إيه يا حطاب، هتجمع لي الأخشاب؟ وافق عم الشواف على مطالب الغريب، بس الغريب اشترط محدش يعرف إنه بيقطع له الخشب ولا حد يعرف مكانه، لأن لو حد عرف هيعاقب الشواف عقاب شديد. وافق الحطاب وقال له موافق هجهز لك الاخشاب زي ما طلبت مني. رجع عم الشواف وهو فرحان للبيت بعد ما اتفق مع الغريب وباع الجوهرة واشترى اكل والعاب وحاجات كتير للاولاد، وقال لهم انه هيسافر اسبوع في الغابة عشان عنده شغل، وساب لهم فلوس كتير واخذ معاه كلب ومشي. ابنه زعل عليه ومراته، بس هو قال ده اسبوع واحد وارجع. ومر 6 ايام وزهران المسرف خلص كل فلوسه وكان عايز فلوس تاني. راح لابوه في الغابة وكان عم الشواف بيقطع في الأشجار ويجهزها للغريب، واستغل زهران ان والده مش بيشوف كويس والكلب عرفه فمش هينبح عليه، وقرب من مكان والده وفتش في جيوبه ولقى معاه فلوس كتير واخذ الفلوس. ومن هنا سمع صوت ناس جاية، استخبى ورا شجرة كبيرة واستغل ان ابوه مش شايفه، وكان عم الشواف قاعد بعيد عن الناس في مكان مهجور في الغابة عشان محدش يشوفه وهو بيقطع الاشجار الطويلة وبيجهزها للغريب. وكان عم الشواف تعبان جدا، ووصل الراجل الغريب وكان معاه ناس كتير عشان ياخدوا الاخشاب، وطلع الغريب جوهرة كبيرة
واداها للشواف اللي ما كانش شايفها كويس، بس اللي شافها زهران من ورا الشجرة. ومن كتر جمال الجوهرة قال يا زهران، ياه كل دي جوهرة. وللأسف سمع الغريب وقال له، كده يا حطاب احنا متفقين، لو حد شاف او عرف حاجة هتتعاقب مني، وعقابك اني هاخد الجوهرة ومش هتاخد مني حاجة. وهنا زعل عم الشواف من ابن زهران الطماع اللي ضيع منه مجهود تعبه كل الايام دي. اعتذر زهران لوالده بس في وقت ما ينفعش فيه الندم، كان خلاص الاب خسر الفلوس كلها والجوهرة وصحته. وبكده يا اصدقائي تبقى خلصت قصة النهاردة عن عم الشواف. أشوفكوا بكرة في قصة جديدة وحكاية جديدة، وتصبحوا على خير.